أنا أحمد عبد الرحمن الكرمي، موظف بلدية طول كرم، عمري 42 سنة. أنا جامعة القدس المفتوحة مش أول تخصص بدرسه فيه، هذا التخصص الثاني عندي. أنا خريج جامعة القدس المفتوحة تخصص تسويق، ورجعت أدرس فيها تخصص ثاني اللي هو محاسبة. لطبيعة العمل اللي أنا مستلمه في البلدية، أنا رئيس قسم التحصيلات لمسبق الدفع في البلدية. الشغل اللي انحطيت فيه أو اللي اختاروني عشانه في البلدية كان واجب علي أني أقوي أو أنمي مهارات المحاسبة عندي. عندي فكرة سابقة من التخصص اللي درسته سابق عن المحاسبة بالمواد اللي أخذناها البسيطة يعني، لكن أنا حبيت أتعمق في التخصص ويكون عندي تخصص إشي اسمه محاسبة متخصص فيه كدراسي مشان المستقبل كمان. يعني الأمر لن ينتهي عند البكالوريوس إن شاء الله، الأمور إن شاء الله لمرحلة متقدمة، ممكن ماجستير إن شاء الله، الله يقدرنا على دكتوراه. اخترت جامعة القدس المفتوحة لنظام التعليم اللي فيها، اللي بيسمح فيه إنك أنت تدرس وتشتغل في نفس الوقت، ما بقيدك في دوام والتزام وحضور أمور أنت عارفها في الجامعات يعني. فكانت هي وكمان أنا يعني خريجها بالأصل زي ما حكيت لك، فهذا خلاني وشجعني أكثر إني أكمل في البكالوريوس الثاني اللي أنا ماخذه. في بعض الضغط في الوقت يعني راح بلقي، يعني أنا مثلاً هنا في دوام بضطر أرجع في بعض الأحيان وبعض الأيام مشان أنهي معاملات المواطنين بعد فترة الدوام الرسمية. فهذا بصراحة ضاغطني في الوقت، لكن ما في إشي مستحيل يعني. الواحد لما يصر على إشي أو بده يحط في رأسه هدف وبده يحققه، هاي الأمور كلها بتتسهل يعني تيسر. فعامل تقريبا يعني خلينا نقول دوامي، وإذا بحتاج أرجع هنا فترة بسيطة. البيت له حقه ما اختلفنا عليه، والدراسة إذا بدك الصراحة جزءها في وقت متأخر من الليل بيكون يعني حاطط لها جزئية معينة في الوقت لازم يكون أنا في عندي دراسة يومية فيها. نظام التعليم المفتوح في الجامعة عندنا في جامعة القدس المفتوحة نظام أعطى امتياز للعاملين أو خلينا نقول صمم ليلائم العاملين، عرفت؟ فهو نظام أصلاً يعني أنت بالنهاية زي ما حكيت لك سابقاً أنه ما في عندك لو ما حضرت في محاضراتك ممكن أنت تتبع مع الكتاب اللي أنت مع المقررات بصراحة مع الملخصات ممكن تتبع أمورك يعني بالأخير وتحرز علامات منيحة. أنا من الناس اللي ما بنزل بحضر محاضرات فعلياً، عرفت؟ بس أنا عندي الكتاب لمن ببقى أدرس فيه وأتبع في الدراسة من الجلد للجلد بقرأ وبنزل بقدم امتحانات، الحمد لله نتائج ممتازة يعني. العمل يعني خلينا نقول بالمحاسبة شغلي أنا بالتحديد شايف بأمور مالية، عرفت؟ وأمور محاسبية، فبالتالي أنا كان لازم علي أني أكون على إلمام بمواضيع المحاسبة كاملة مشان أنا أنجز وأتقدم في العمل. الفكرة زي ما حكيت لك أنه مش بس للوظيفة بصراحة يعني، الإشي بتطلع أنا للمستقبل. ممكن أنا بعد ما أنهي الشهادة زي ما حكيت لك أكمل ماجستير، ممكن بعد ما أنهي أتقاعد من البلدية وأنهي الفترة الوظيفية تبعتي يعني أشتغل أو أفتح مكتب تدقيق حسابات، هذا كلياته وارد يعني. الأمر للمستقبل فعليا. أنا دراستي في الجامعة ماشي لتخصص المحاسبة أكيد راح تطور لي عملي أو تطورني أنا في عملي، عرفت؟ الأمور اللي خلينا نقول إعداد الموازنات بالمستقبل هي مش شغلتي فعليا حاليا شايف، بس بالمستقبل ممكن نوصل لمرحلة إعداد موازنات أي شيء يخص البلدية، ممكن ما بتعرف يعني كيف الأمور راح تتطور معك في الوظيفة، عرفت؟ هاي كله للمستقبل. أنا بالنسبة إلي للعمل بصراحة، أنا قبل ما أسجل في القدس المفتوح أخذت موافقة رئاسة البلدية والمجلس البلدي على الدراسة، فأنا بالنسبة إلي يعني ممكن لو كان على حساب إجازاتي الشخصية ماشي أخذ إجازات مشان أنا ألتزم بالدوام أو بالدراسة أو بامتحاناتي خلينا نقول، واردة هاي القصة، عرفت؟ بقول لحد زي ما حكيت لك من أول إنه أنا بضغط حالي في الوقت، يعني ممكن بمرحلة من المراحل يروح التزام أو وقت على حساب وقت آخر، لكن مش قصة كبيرة. إذا راح أخذنا من الوقت البيت مثلا، ما هو أنا إذا أخذنا من وقت البيت للدراسة فهي مش قصة كبيرة يعني، أو من وقت العمل يعني بيكون في إجازة على حسابي، بيكون في أي شيء. والله أنا بصراحة إن شاء الله حابب أوصل في الدراسة للدكتوراه إن شاء الله.
أنا أحكي لك عن تجربتي الشخصية. أنا علاقتي الحمد لله رب العالمين ممتازة مع كامل الطاقم التدريسي اللي أنا بعرفهم. هسه في ناس فعلياً ما بعرفهم، عرفت؟ فهي مجرد إني بعرف اسمه بسجله على دفتر الامتحان، ماشي، أو إنه يكون في عندي مراجعة عنده أو أي شيء يعني. بس العلاقة الحمد لله هم كجماعة كدكاترة وكهيئة تدريسية بيشجعوا الطلاب. يعني أنا لما كنت أو دخلت للبكالوريوس الثاني في دكاترة حمدوا هاي القصة وقالوا كمل واستمر، عرفت؟ فكانوا مشجعين وداعمين للفكرة اللي أنا حملتها، يعني للتوجه اللي أنا ماشي عليه. أنا لما تقدمت لدراستي في الجامعة للبكالوريوس المحاسبة قلت لك أنا سابقا أخذت كتاب بالموافقة وكتاب توصية من الجامعة، من البلدية لجامعة القدس المفتوحة، وتقابلنا مع مدير الفرع الدكتور سلامي سالم وعطينا الكتاب وجاب لنا موافقة في الدراسة عندهم ببكالوريوس ثاني، وكانت خطوة منه مشكور عليها طبعا الدكتور سلامي، وانضمينا وانخرطنا في البكالوريوس الثاني في الدراسة تبعته، شايف؟ وكانت الجامعة طبعا الشباب ما شاء الله عنهم من التسجيل للمحاسبة للإدارة كلياتهم ما شاء الله بيساعدوا بأقصى جهد بيقدروا عليه بالنسبة إلنا كموظفين، عرفت؟ ما بيقصروا معنا بشيء يعني. والله أنا بحكي يعني بدك الصراحة من ناحية العلم بالتحديد يعني أو الدراسة، ما يحط الواحد عنده ليميت معين أو حد معين للدراسة. فعليا هي مفتوحة بأي عمر بأي وقت، بإمكانك أنت توصل لمراحل متقدمة حتى لو كنت كبير يعني في العمر، تأخذنيش يعني ما فيش العلم بالذات ما له عمر، عرفت؟ فما يقول الواحد أني أنا مثلا لا سمح الله فشل في التوجيه نهاية الدنيا، أو فشل في مراحله أو بداياته في الجامعة أنها خلص نهاية العالم ويتجه لإشي آخر. الشهادة سلاح فعليا، بتكون أنت حامل معك حصن إلك وحماية إلك شهادتك وين ما كان بأي ظرف. ممكن أنت تستغل أو مش الشهادة تكون لك مفتاح لأي طريق بدك تدخله. فأنا بنصح الشباب فعليا أنه يثابر، اللي ما حصل على بكالوريوس يثابر ويحصل عليه، اللي دخل في مرحلة التوجيه وإحنا بنعرف بتدرس 12 سنة أنت مشان تمتحن ساعتين بغض النظر عن نجاعة هذا النظام اللي إحنا ماشيين فيه أو لا، فبفشلت ما تيأس، بالعكس استمر وحاول وثابر. ومعك مزبوط العمر ما حدا بيعرف قديش فيه، لكن بالنهاية انت لازم تحقق طموحك وتحمل سلاحك معك شهادتك.